الكهرباء الكريمة. يشرفني باسم المكتب الوطني للكهرباء والماء السلامي للشرب فرع الماء أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد الباشا على تفضله لرئاسة هذا اللقاء التواصلي الذي اندرج بطبيعة الحال في إطار حملات تحسيسية وإخبارية مع ساكنة مدينة العيون من أجل المواكبة الاجتماعية لمشروع تطهير السائل للمدينة. وكما سبق وأشار في كلمة تدخله السيد الباشا فإن هذا المشروع يعني يهدف إلى من جهة توسيع الشبكة لتعم جميع أنحاء المدينة من جهة، وكذلك ترميم الشبكة القديمة المتهالكة بالإضافة إلى إنجاز محطة للتطهير السائل، وذلك بطبيعة الحال بهدف تحسين الظروف الصحية للساكنة والمحافظة على البيئة. ومن حسن الطالع على أن هذه انطلاق هذه الحملة يعني يتصادف واليوم العالمي للبيئة الذي سنخلده إن شاء الله في 5 يونيو المقبل. وغادي تكون هذه طيلة مدة إنجاز المشروع الذي سيمتد على 15 شهر، يعني الإخبار ديال الساكنة والمجتمع المدني وطبيعة الحال المنتخبين حول سير الأشغال والاستماع إلى المواطنين. الهدف الثالث هو الانخراط الفعال، يعني بغينا نضمنوا الانخراط الفعال عبر طبيعة الساكنة حول طرق وكيفية الربط لكي لا نفاجأ إلى آخر يعني الآخر بتساؤلات، بغينا من الأول يعني تكون الانخراط ديال الساكنة. بطبيعة الحال الهدف الأسمى من كل هذا هو ضمان استمرارية المشروع يعني من بعد الإنجاز، وذلك بتبني الساكنة للمشروع. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر الجميع وأتمنى يعني التوفيق للجميع. شكرا. بطبيعة الحال من المشروع يعني إلى جانب يعني لا كوليكت، وهذا هو تحسين الظروف الصحية للساكنة والمحافظة على البيئة، وبذلك يعني ممكن استرجاع المدينة الحديقة كما تقول. إذا كانت المدينة الحديقة ماتت 3% فبتصفية المياه فكان إن شاء الله إمكانية لاستعادة المدينة الحديقة ولمانها. أما فيما يخص السؤال المتعلق بماء المياه المسفت كما تشرف العرض التقني، فيعني غادي تكون تصفية بطريقة طبيعية عن طريق الأحواض. كاين أحواض أولية كتكون غارقة وكتشارك فيها البكتيريا، من أجل هذه الأمور التركية بطبيعة الحال تحويل المواد العضوية إلى مواد معدنية، كذلك كتكون مطبوعة بأحواض كتسمى يعني ترجمة فاكولتاتيف ثانوية، واللي كتزيد كذلك في المردودية ديال ما قامت به الأحواض الأولية. والتصفيه الكلاتيه بطبيعة الحال هو باش يكون واحد المطابقه يعني صارمه لمواصفات الجوده المعمول بها، وبالتالي امكانيه اعاده هذه المياه استعمالها في السقي. المجتمع المدني يعني بالهم ديال يعني ما غاديش نقول استغلال احسن يعني لهذه الفرصه ديال مشروع الامتصاص شويه ديال البيطره، اكيد لانه اي مقاوله الا عندها واحد الفارق اللي هو دائم واللي تيكون خصوصا مكون من ديال العامله المؤهله يعني اللي كتاثر في المشروع، لكن راه حتى المقاولات يعني في اطار ديال الترشيد ديال ديبونس ديالهم يعني كيشوفوا ديال العامله المحليه، يعني وحنا كما قلنا راه كاين القانون اللي هو فوق كل شيء، لا ديال المدونة ولا ديال الصفقات العمومية اللي كيعطي الأولوية بالنسبة ليد العاملة وأسطر غير المؤهلة، لأنه إلى عنده 70% وعلى حسب كذلك يعني الحاجيات ديال المقاولة. ما غاديش نجيو نقولوا مثلا غادي تخدم 50 60 كذا، يعني على حسب باش مثلا لما غادي يقول لك أنا لأنه بحكم سميتو كونيتي القديمة اللي كنت تواضع خبرة في الآخر، يعني في الحفير هو داير أجل وخايف صفقه باش انه يحترم ذاك الاجل، ما غاديش نقولوا له مثلا ديك الخنادق كلها تدار بيد العامله، غادي يديرها بالاليات، ولكن العمليه مثلا ديال وضع ذاك كما تنسموه سرير الرمل لو لي دو سابل، ما غاديش ديروا الاله، غادي يديروا الخدامه
القضية ديال باش يسقيو داك لو رونبلي بريمير ولا كذا بروبان يديروا الخدامة، ولكن يعني ديال العاملة غير، ولكن من غير هذا هو فينا ما غاديش نقولوا لا ودي لا ندزوا عليه، وإلا غادي نخرجوا من المنطق والروح ديال التنافسية وديال هذا الموضوع بحال أنه كنقدروا شي حوايج اللي هما خارج سلوكه. وما ننساش واحد المسألة، هذه فرصة أثناء إنجاز المشروع، كاينة فرصة كذلك في الاستغلال ديال المشروع. أنا ربما أنا اللي كنت مستبق، ولكنه حنا كنديمونسيونيو دوك الحاجيات ديالنا على حسب ديراسيو معايير وطنية اللي مثلا خصني غادي تكون إن شاء الله واحد الهيدروكيلوز، غادي تكون واحد الآلة اللي غادي تقوم بالعملية ديال التنقية القنوات هذاك الكاميون، الكاميون نقولوا له الهيدروكيلوز، هذاك غادي يلزمو واحد تكنيسيان وإيد سميتو تكنيسيان. شنو كنديرو؟ يعني بسيط، يعني كما تنقولوا لو ديبلويمون ديال يعني البلد ديالنا عندها شي ناس، يعني ما عندهاش البلدية كنلجؤوا إلى سميتو تنظيم مباراة، وكتعطى الأولوية في المباراة للبلدة. كذلك لأنهما توظيف إلى بغيتو نقولوا ولا اللجوء إلى 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 التوظيف كاين إكراهات ديال 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 الدولة بطبيعة الحال، كنقوي بمقاولات صغرى اللي كذلك هي كتدوز مباراة وكتعطى الأولوية لكسميتو. إذا هذا الشيء كله غادي نديروه بالتشارك بالإشراك ديال 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 التنمية. يعني كيخدم على انا ما كنديروش الاشعار اللي ماشي هو التجربه ليه، يعني في الميدان ديال انجاز دراسه التقنيه بطبيعه الحال الا كاين شي ميدان ما يعني فيه اشكال بالنسبه للدراسات هو ميدان ديال القصه، لان كيتطلب بزاف ديال المتاخرين بالمهندس المدني، بالمهندس ديال الهيدروليك، بالمهندس ديال الالكتروميكانيك، من المهندس ديال البيئة، من المهندس ديال الجو تكنيك، وزيد وزيد وزيد. يعني إلا بغيت نبداو الثقة ديال واحد المجموعة ديال لي ديسيبلين ديال هذا، ماشي ساهل. عبدو ربي بكل تواضع مهندس في انجينيور هيدروليسيان ديال هيدروليسيان، وكنعرف شنو كنقول. كنجي مثلا نصرف مياه الأمطار بوحدها ساهل، دير البراجات ساهلين، دير السواقي الكبار ساهلين، ثلاث سائل نسيت الهيدرولوجي، غير باش تحدد القضية ديال 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 الماء، و لو طون دو روتور يعني داك لا فريكونس أو الوتيرة ديال ديك الشتا اللي كنسمعو الشتا باش نبسطو الأمور، تكلم طون دو روتور.